نحن تعرض بيتنا كمان ل 12 او 13 قذيفة. البيت شي على السطح، راحت غرفة الشوفار، راح الشوديرات، راح يعني بشكل دائم في أصوات، دائم دائم نهار وليل وكله. مع الوقت الواحد يعني نوعا ما تعودنا على الأصوات، بس الأصوات القريبة كتير والانفجارات القريبة كانت مزعجة كتير لنا. 2012 لسبعة وقت اللي طلعوا أول الـ14 بلشوا ينزلوا علينا ويسرقوا الأكل. نزلوا على البيت 38 مرة، كل مرة خمسة أو ست مسلحين، كل مرة خمسة أو ست مسلحين ما من الباب. هلأ يمكن في مجموعتين أو ثلاثة دقوا الباب وفاتوا، أما البقية شي من السطح، شي من المنوار، شي يعني ما نعرف ما نحس إلا صاروا قدامنا. واحد كله ملثم، واحد يحكي والباقيين ما بيحكوا. بس نحن ما حسبنا، كل يوم نقول بكرة بتخلص، كل يوم نقول بكرة بتخلص. وآخر فترة صاروا يحبسونا بغرفة، وبعد ما يحبسونا بغرفة شخص واحد ينزل يحبسنا بغرفة وينزلوا البقية بعده. يعني ما نعرف مين اللي فات وكم عدد الأشخاص اللي فاتوا. بلشوا بسرقة الأكل، أخذوا كل شيء أكل، حتى الأطراميز المربى اللي فيه إصبع إصبع هيك بالعرض وبالطول، في شوية مربى يعني ما بيطلعوا ملعقة، أخذوا. بقى عنا ملح، صدقا ملح وبهار وزيت، ما بقى عنا غيره. قانون الثاني 2012 كنت عاملة مشوار، طالعة بدي أجيب شوية مي لفوتهم لجوا، ولا شفت شخص من اللي كانوا باقيين عم بكرج المي تبعه ومعه ثلاثة من الجيش. قال لي ليكي وصل الجيش؟ قلت له ايه والله يعطيهم الف عافيه. قلت له بس بدنا شوي رغيفين خبز، بس شي رغيفين خبز. قال لي والله هلا ما عاد معنا شيء، بس هلا بجيب لك خبز. وصدقا المسويه بالساعه 7:30 8 جاب لنا ربطه خبز مو رغيفين. الامل هو اللي خلانا نضلنا عايشين بصراحة، وقدرة رب العالمين. صدقا نحن صار عنا كذا شغلة لولا حكمة ربنا ما نجينا منها.